وللحديث عن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال والانتقادات الموجهة إليه. معنا عبر تطبيق زوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. السلام عليكم أستاذ علي. وعليكم السلام، مرحبا. حياكم الله. على أي أساس بنى حزب الله قراره بالموافقة على ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ووصف ما جرى على أنه انتصار؟ أهلا وسهلا. يعني ربما كان السؤال ينبغي أن ينصب على نفاق المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي صدعت رؤوسنا، وهي تعلن تصنيفها لحزب الله تنظيم إرهابي، وإذ بها نجدها بملف الترسيم تنام مع حزب الله في سرير واحد. سيدي، ما جرى لا يعبر سوى عن التخادم بين أدعياء المقاومة مثل حزب الله إلى حركة حماس التي باركت الاتفاق مع الأسف، وبين الولايات المتحدة بوصفها الشيطان الأكبر، المصطلح الذي يستخدم عند اللزوم. لكن دعني أقول لك بأن غدا سيقدم زعيم حزب الله حسن نصر الله مطالعته التي ربما يعتبر فيها اتفاق الترسيم بالانتصار الإلهي، ومن المرجح أن يعيد بركات هذا الإنجاز إلى ملهمه قاسم سليماني. فالتقية تسمح لنصر الله وحزبه بإطلاق التفسيرات التي تبرر موقفهم عند الحاجة، لكن بعيدا عن موقف الحزب دعني أقول لك أن هذا الاتفاق قد منح حزب الله وحليفه جبران باسيل بطاقة تأمين سياسية لنحو 50 سنة قادمة. طيب، لماذا يرفض لبنان اعتبار ما جرى بأنه تطبيع في وقت ذاته؟ تقول إسرائيل أن توقيع الاتفاق يعد اعترافا رسميا بها من قبل لبنان. سيدي، موضوعيا لا يمكن وصف ما حصل بأنه تطبيع. يمكن القول بأنه تطبيع مقنع، مفاوضات غير مباشرة، تطبيع غير مباشر. صحيح أن إسرائيل تقول الاتفاق يمثل اعترافا بها، لأن لبنان بشخص رئيس الجمهورية وقع الاتفاق الذي ترد فيه عبارة دولة إسرائيل وإسرائيل أكثر من 20 مرة. مع هذا، في لبنان الرسمي والحزب الله يرفضان هذه التهمة التي تنكل بهم اليوم في المجتمع اللبناني، لكنهما أيضا فشلا في إقناع الناس بأن ما حصل ليس تطبيعا أو ليس تفريطا، خصوصا وأن حكومة فؤاد السنيورة التي كانت هي صاحبة الخط 23 عندما أقرته اتهمت من قبل ثنائي الترسيم اليوم، اتهمت بالخيانة وبالتفريط. يعني مع الأسف، فالخط 23 تطبيعي زمن السنيورة، ومقاوم زمن ثنائي الترسيم. الإقرار بالتطبيع سيدي يعني دفن كل أدبيات سنصلي في القدس، لأن الحزب سلم بنهائية وأبدية الاتفاق وعدم تغييره، لأنه ملزم حسب ما وقع وحسب منطوق الاتفاق. لنقل يعني ما هي تداعيات هذا الترسيم على لبنان؟ يعني هل ممكن أن ينعكس بالانتعاش الاقتصادي على المواطن اللبناني الذي يعاني من تدهور الليرة والأوضاع الاقتصادية السيئة؟ لماذا لا يستغل لبنان هذه الفرصة بحسب مواقعي الاتفاق؟ سيدي، دعني أقول بأن اتفاق الترسيم لم ينجز حبا بلبنان، ولا باقتصاده، ولا بانهياره المالي، ولا بالمأساة الاجتماعية الخطيرة في لبنان. الانهيار الاقتصادي كنا نعلم بأنه نتيجة تواطؤ منظومة الفساد اللبناني مع الخارج الدولي، وهو الذي دفع حزب الله ممثلا بالدولة اللبنانية. يعني الدولة اللبنانية مثلت حزب الله في التنازل عن حق الكاريش توسلا للحصول على منافع اقتصادية تنهض مجددا بلبنان، الذي انهار بفعل سياساتهم القائمة كما نعرف جميعا على معادلة غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، لكن اللبنانيين فقدوا الثقة والأمل بسياساتهم واعتقادهم حاصم بأنهم سوف يسرقون هذه الثروات إن لم تكن قد سرقت فعلا. بين الداخل وبين التدخلات الإقليمية، هل ترسيم الحدود وتوقيع الاتفاق جرى بعيدا عن تدخلات إيران وموافقتها، بل إعطاء الضوء الأخضر لميليشيا حزب الله اللبناني على التوقيع؟ هذا سؤال سوبر ممتاز سيدي، أشكرك عليه، لأن كثيرة هي المعطيات والتسريبات التي تقول بأن هذا الترسيم هو في الحقيقة نتيجة مفاوضات سرية عميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوساطة قطرية
ويتردد بأن قطر سترث حصة شركة غاز بروم الروسية المنسحبة من الحقول المعنية بالترسيم. بدون شك حزب الله استند إلى الضوء الأخضر الإيراني ومسيراته المتناسلة من صواريخه الصوتية إلى ما بعد حيفا، كانت لزوم الإثارة والتشويق السياسي بهدف إخراج الاتفاق بصيغة الانتصار الإلهي. طيب، يعني في هذا الإطار ولننتقل إلى المستوى القانوني قبل أن نتكلم عن سلاح حزب الله، على المستوى القانوني في لبنان هل يمكن الطعن بهذا القرار، قرار التوقيع، وهل تتوفر الأرضية القانونية والدستورية لتوقيع عون على هذا الاتفاق؟ هذا يعني الجانب اللبناني يقول بأن هذا ليس اتفاق، إنما رسالة أودعت في الأمم المتحدة تحدد حدود الترسيم، يقابلها رسالة أخرى. نص الاتفاق سيدي هو ملزم بحسب منطوق الاتفاق كما وقعه لبنان والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، هو ملزم للطرفين الموقعين عليه، وما يعني بأن هناك مصادرة لإرادة اللبنانيين المستقبلية في إعادة النظر فيه أو تغييره. لكن من الناحية القانونية والدستورية عقدت عدة ندوات ومؤتمرات، أهمها كما أشرتم في تقريركم لجمعية الخط 29 التي تعتبر ما جرى تفريطا وبالحقوق وتستدعي محاكمة المرتكبين بجريمة الخيانة العظمى، وقد أسندت مطالعتها بالكثير من الخرائط والوثائق التاريخية التي تدل على أن خط الحدود اللبناني هو الخط 29 وليس الخط 23، الأمر الذي انعكس في الجلسة الأخيرة للبرلمان اللبناني بتصويت 10 أعضاء من البرلمان لانتخاب رئيس جمعية الدفاع عن الخط 29 الدكتور عصام خليفة كرئيس نعم. للجمهورية، مما شكل صفعة كبيرة لثنائي الترسيم حزب الله والتيار الوطني الحر. نعم سيد. طيب، بعد هذه الخطوة التي تجرأ عليها حزب الله بعد هذا الاتفاق، هل بقي من مبرر لاحتفاظ حزب الله بسلاحه، ولا سيما أن الاتفاق يضمن أمان المنشآت النفطية للاحتلال؟ هذا سؤال كمان جيد سيدي، لأن أول ما فعله نصر الله كما أشرتم أيضا في تقريركم بالأمس هو أنه طلب من وحداته العسكرية فك الاستنفار، لأن المهمة برأيه نفذت. نعم. إسرائيل والغرب سيدي جربوا حزب الله جيدا وشهدوا على قدرته الكاملة في ضبط الحدود مع إسرائيل منذ عدوان تموز 2006 حتى اليوم لم تطلق طلقة واحدة. اليوم مع الترسيم سيصبح دور سلاح حزب الله حماية الترسيم ومنشآت النفط والغاز، أي حرس حدود الترسيم، ما يعني أن سلاحه سيقوم بالضرورة لضمان حسن تنفيذ اتفاق، فضلا عن الأسمان السياسية التي سيحصدها الحزب وحليفه العوني، وهذا ما علينا أن نترقبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ربما تأتي بجبران باسيل صاحب معاضلة قانا مقابل قريش وغير المختلف ايديولوجيا مع إسرائيل. مع الأسف يعني هناك أسف على مصير مئات وآلاف الشهداء من أجل في مقاومة هدفها تحرير فلسطين، وإذا بها الأمر ينتهون بمقاومة ترسيمية. نشكركم الشكر الجزيل الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي شندب، شكرا جزيلا لك. حياكم الله يا مرحبا.